السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى الحلقة السادسة في هذه السلسلة من مقرر اللغة الإنجليزية لطلاب المستوى الأول في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. بإذن الله تعالى في هذه الحلقة سنتعرض لإحدى المحادثات التي يتحدث بها الشخص عن وظيفته، عن عمله في شركة ما، ووصف عمله وماذا يعمل من خلال هذه الوظيفة. وهذه لابد أن نطبقها أو نتدرب عليها في المنزل، لأننا قد نصبح في مثل هذه الوظيفة أو غيرها من الوظائف. لعلنا كالعادة نبدأ بأهم الكلمات التي سترد معنا في هذه الحلقة أو موجودة في صفحات الكتاب المقررة لهذا اليوم. فنبدأ بسم الله تعالى. Business activities، هذا عنوان الفصل أو الوحدة، ونبدأ الآن في الكلمات المهمة في هذا اليوم. Specialist، معناها متخصص في شيء ما، في تخصص ما. Install، يركب برنامجا أو يحمل برنامجا. File sharing، مشاركة بالملفات، وهذا برنامج لعلنا نتعرض إليه إن شاء الله تعالى أو نستمع إليه في المقطع. Setup، يعد أو يحضر أو يجهز الأشياء. Software، هي البرامج الحاسوبية مثلا. سايت، موقع، وهذا الموقع معناه مكان ومأخوذ من ويب سايت، الموقع الإلكتروني، لكن كلمة سايت معناها موقع سواء إلكتروني أو غير إلكتروني. موقع مثلا في مثلا مشروع أو مبنى يقال له سايت. فريكونسي، وهذا يعني لعلنا نتطرق إليه عندما نصل إلى how frequent، معنى frequency هنا التردد أو التكرر، حدوث الشيء، ولعلنا نتطرق إليه إن شاء الله تعالى فيما بعد. كم مرة يحدث هذا الشيء. journalist، صحفي. research، بحث. assemble، يجمع، يعني يكون عنده قطع مفككة يجمعها ويجمعها مع بعضها البعض. architect، مهندس معماري. judge، قاضي. tool or tools، الجمع، أداة أو أدوات. member، عضو مثلا في جمعية ما أو في لجنة. vacation، معناها إجازة. interview، مقابلة شخصية. hardware، وهذه هي الأجهزة التي تكون مثل الصندوق أو الحاسوب الآلي والمعالج، ومثلا لوحة المفاتيح، هذه يطلق عليها hardware، الأجزاء الصلبة من الحاسوب الآلي وليست برامج، وهي عكس software التي مرت معنا قبل قليل. expression، معناها عبارة أو مصطلح. connect، وهذه معناها يتصل أو يصل بين شيئين، to connect to things. هذه الآن انتهينا في هذه الكلمات، والآن سننتقل إلى السي دي ونستمع إلى أحد الأشخاص الذي يتحدث عن وظيفته وماذا يعمل في هذا الشيء. نستمع الآن إلى السي دي الآن. Daughter, I'm a computer network specialist. I work for a small company which deals with all kinds of networking needs. I visit companies and set up computer networks for them. First, I install network cards in the computers.
This is the hardware which controls messages sent over the network. Then, I connect the computers to the central computer, or hub. Next, I set up the network card software. After that, I install file sharing and email software. Finally, I train the employees to use the network. I really like my job. It's very interesting, and I meet a lot of different people. Computer Network Specialist. أنا متخصص في شبكات الحاسب الآلي وننتبه الكلمات التي وضع تحتها خط لأنها كلمات جديدة ومرت معنا في القائمة. A Computer Network Specialist. ننتبه لكلمة I am اختصرت إلى am ومعنى فاصلة فوقية. I work, الجملة الآية التالية, I work for a small company which deals with all kinds of networking needs. احتياجات needs, احتياجات. I visit companies and set up computer networks for them. لاحظ set up computer networks, يجهز شبكات الحاسب الآلي لهم. I install network cards in the computers. ثم يعني تستمر هذه الكلمات. عندنا كلمة hub في السطر تقريبا السادس في نهاية السطر السادس. hub وهذا مصطلح يستخدم بعض أصحاب الحاسب الآلي أو في الشركات, والمقصود به المركز أو المحور الذي يعني شيء مركزي تجتمع فيه بعض أو أسلاك الحاسب الآلي. أيضا عندنا employees. employees هنا معناها موظفين. I train the employees, أدرب الموظفين to use the network. Alright. It's very interesting. Interesting here means what? معناها ممتع وشيق. Why? And I meet a lot of different people. هذا لأننا يعني إحدى المقاطع التي نستفيد فيها كيف يصف الشخص وظيفته وماذا يعمل في هذه الوظيفة. لو طلب منك مثلا أنت كشخص تعمل في شركة أو في مؤسسة أو أي جهة أن تصف عملك, يعني هذه إحدى الطرق لفعل هذا. طيب الآن ننتقل إلى الشريحة التالية وهي مختصة كالعادة بالقواعد, وهذه نلاحظ questions with be, أسئلة باستخدام فعل الكنونة. مرة معنا في الحلقة الماضية كيف نكون أسئلة تكون إجابتها بنعم أو لا, لكن هنا سنستخدم كلمة where معنى أين, وهذا موجود في الصفحة 24 من الكتاب كتاب القواعد يعني Basic English Grammar. هذا ما سبقت الإشارة إليه. طيب اليوم سنستخدم where أين بحيث يكون تكون الإجابة موقع أو مكان. لما أريد أن أسأل أين فلان أو أين مثلا يعني أي سؤال يبدأ بكلمة where نحاول أن نجيب عنه باستخدام فعل الكنونة be. طيب هذه عندنا الآن الجملة المعتادة حمد is in the room, هذه واضحة ومرت معنا قبل. حمد is in the room. طيب أريد أن يعني أو مرة معنا كيف نحولها إلى yes no questions. Is حمد in the room, هل حمد في الغرفة, تكون إجابة yes he is in the room or no he is not in the room. هذه الإجابة لو أردنا أن نجيب yes or no, لكن لو أردنا أن نضع أو نستخدم where أين تكون هذه الطريقة. نأخذ نفس طريقة yes no questions التي مرت معنا في الحلقة الماضية ونضع قبلها ماذا where, هذا واحد, ثم نلغي الموقع الذي نسأل عنه in the room. نحن نسأل أين حمد الآن. السؤال الثاني لاحظوا هنا معي بارك الله فيكم, is حمد in the room, هل حمد في الغرفة
نقول نعم أو لا، الإجابة تكون هكذا. لكن لما أريد أن أقول أين حمد، Where is حمد، ألغي هذا الجزء أو هذه الجزئية من the room، فتكون عندي الجملة كما هي. لأن هذه واضحة إن شاء الله تعالى، وأيضا تراجع الكتاب وتكون موجودة بشكل أيضا واضح بإذن الله تعالى. طيب ننتقل هنا إلى الـ possessive pronouns. possessive معناها الملكية، شيء يمتلك أو تمتلك شيء، to possess تمتلك شيء. ما possessive pronouns؟ ضمائر الملكية. وهذه يعني إن شاء الله تعالى ليست بصعبة ولكنها مهمة جدا، لأنك ستستخدمها سواء في محادثاتك أو في كتاباتك. طيب I have a red book، لدي كتاب أحمر. نلاحظ كلمة I، the pronoun I. مرت معنا قبل، إذا كنت أريد أن أتحدث عن نفسي أقول I، إذا كنت أريد أن أتحدث عن شخص أقول he is a boy مثلا. لكن لما أريد أن أتحدث عن شيء يخصني، شيء أمتلكه أنا، مثلا هنا my book، كتابي. لا أتحدث عن نفسي الآن، أتحدث عن كتابي، عن حاسبي، عن قلمي. جيد، أقول أو تكتب هذه تتغير I إلى my book، فتحولت إلى ماذا؟ إلى ملكية. الآن أنا أريد أن أتحدث عن كتابي الآن. my book is red، my pen is blue مثلا. طيب مثال آخر، she has a red book، she has a red book. طيب she، الضمير الملكية الخاص بها ماذا؟ ننظر هنا her book. نلاحظ هنا أن الشيء الذي أريد أن أتحدث عنه وهو الكتاب أريد أن أضيفه إلي، يكون ملكي أو إليها، أنقله إلى المقدمة بعد الضمير my book، ثم أضع فعل الكينونة هنا حسب السياق. إذا كان book مفرد singular noun اسما مفردا، أضع أستخدم I use what is. لو كان جمعا أستخدم are. For example على سبيل المثال my books are red، my books are red لو أردنا أن نستخدم الجمع. طيب نلاحظ شيئا آخر هنا، I have، نلاحظ استخدم have، وهنا she has. متى نستخدم has ومتى نستخدم have؟ هذه يعني تتضح معنا هنا وهي سهلة جدا. have تختص بضمائر معينة، هي ماذا؟ I, you, we, they. نلاحظ I have a red book، you have a red book، we have a red book، they have a red book. جيد. طيب ضمير ال I هذا أنا لما أريد أن أتكلم عن نفسي أو بمعنى الفاعل هو أنا، أقول I، وتتحول كما يعني نظرنا إليها قبل قليل إلى ماذا؟ إلى my. you تتحول إلى إيش؟ you have a red book. لو أريد إذا أردت أن أتحدث عن الكتاب نفسه أقول your book is red. طيب لو كانت الجملة تقول we have a red book، فنحولها إلى ضمير ملكية، our book is red. طيب الأخيرة they have a red book، تتحول إلى ملكية، كيف أنهم يمتلئ أو كتابهم أحمر، نقول their book is red.
هذا بالنسبة لـ have. have تأتي مع I, you, we, they. ليس لها دخل بهذه الضمائر my, your, or, sorry, our, their. لا دخل لها بها أبدا. لكنها هي مختصة بهذه الضمائر. الضمائر الشخصية I, you, we, and they. طيب has نستخدمها مع أي الضمائر؟ نستخدمها مع الضمائر she, he, و it. She has a red book. He has a red book. ويعني ننتبه لهذا الاستخدام. هذه القاعدة سهلة، لكن الإشكالية أن كثير من الطلاب يقعون في هذا الخطأ لعدم الاهتمام في البداية. لأن إذا مرت معك هذه القاعدة ولم تضبطها من الآن، قد يكون الرجوع إليها صعبا، وأيضا يظن الطالب أنه فاهم لهذه القاعدة، لكن عند المحك، عند الاختبار أو عند استخدامها في المحادثة يختفي هذه. فضعها قاعدة عامة في ذهنك بأن I, you, we, they تأخذ دائما have بالنسبة للمضارع. I have a car. You have a car. They have cars. They have cars. We have cars. ثم أن تطبق. لذلك يعني لعلكم you practice تطبقون هذه القاعدة بكتابة جمل مختلفة عن هذه الموجودة أو قريبة منها بحيث تكون سهلة التطبيق عليكم. طيب شيء تتحول إلى، إذا أردت أن أتكلم عن امرأة وأتكلم عن كتابها مثلا، أحول شيء أو ضمير إلى ماذا؟ her تنطق her، والضمير المفرد المذكر he تتحول إلى his book. it تتحول إلى its تنطق its، وبدون أي فواصل وبدون أي شيء، كلمة ثلاث حروف متتالية. ننتبه هذه ستمر معنا في من بعد إن شاء الله تعالى. كلمة مفصولة its لكنها مفصولة. لم أشتتكم في هذه النقطة، لكن هذه هي الضمائر الملكية، وهي مهمة جدا للشخص المنتبه، لأنها فيما بعد قد يكثر فيها الخطأ من بعض المتعلمين. طيب عندنا شيء آخر هنا أيضا، وهو مرتبط بما أخذناه سابقا، المفرد والجمع. This للمفرد، عفوا this هذا للمفرد القريب، نعم، وذات للبعيد، كلها الآن للمفرد، وبعدها يأتينا الجمع إن شاء الله تعالى. لكن هنا للقريب والبعيد، تحفظ كذا قريب وبعيد this and that. نأخذ مثال مصور. This is my pen again. My pen. لاحظ my pen قلمي. هذا ضمير ملكية قبل قليل استخدمناه. طيب متى أقول this؟ لما يكون هذا الشيء قريب. This is my book. This is my book. هذا قلمي قريب. لكن لما يكون القلم بعيدا وأشير إليه من البعيد أقول ماذا؟ That is your pen. لاحظ أيضا your pen، ولاحظ أني أشير إلى بعيد. This is my book، أشير إلى شيء بعيد. This is or that is my book. لما يكون قريب This is my book. That is your pen، أنت تشير إلى شيء بعيد. هذا بالنسبة للملاحظ أن القلم هنا واحدا. ماذا؟ القلم، أن القلم واحد هنا وهو مفرد، لذلك استخدمت this إذا كان قريب أو that إذا كان بعيدا. طيب لما يكون عندي أكثر من قلم ماذا أفعل أو ماذا أقول في هذه الحالة؟ نستخدم الشريحة التي بعدها. these and those.
جيد، هذه للجمع فقط، لا تستخدمها مع المفرد. مرة أخرى، these are her pens. نلاحظ الأس في آخر الكلمة القلم ما تدل على الجمع، ولذلك وضعنا these، وضعنا ماذا؟ these are her pens. لماذا قلنا these؟ لماذا استخدمنا these؟ لأننا نشير إلى أقلام قريبة. These are her pens. لذلك this and that, these and those تسمى ماذا؟ هي الأسماء الإشارة، تشير بها إلى شيء. لكن لما يكون أو تكون هذه الأقلام بعيدة نقول those are our pens. تلك هي أقلامنا. Our pens. نلاحظ أيضا حاولت أن نستخدم أكثر من ضمير ملكية ليكون عندنا أمثلة أخرى غير التي مرت معنا في التمرين. طيب، هذه أيضا من الأشياء البسيطة الأساسية في تعلم اللغة الإنجليزية، لكنها مهمة وقد يصدر من بعض الطلاب أخطاء في هذا في هذه الاستخدامات، بحيث لا يفرقون بين شيء، سواء بين القريب والبعيد أو بين المفرد والجمع. فلما أتكلم عن مفرد أقول this is my book مفرد، أو these are my books جمع، أتكلم عن اثنين أو أكثر في اللغة الإنجليزية، these are my books. طيب، عندي الآن هذه بالنسبة للجمع والمفرد، عندي القريب this is my book، والبعيد that is my book. وبهذا نكون انتهينا من هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون استفدتم منها فائدة جيدة، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.